بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كل عام وأنتم بخير، وحمان الله ووقان الله وإياكم من هذا الوباء. نتمنى لكم إن شاء الله فصل موفق، فصل صيفي موفق. وبداية بس في شوية معلومات وشوية يعني إرشادات عشان الكل يكون في الصورة. بالنسبة للفصل الصيفي، هذا فصل مواد معتمدة هيتم اعتمادها في المعدل التراكمي. النمرة 2، درجات موزعة كالتالي: 60 درجة أعمال فصل و40 درجة للامتحان النهائي. أعمال الفصل مقسمة على الواجبات والتكليفات اللي بتتم من خلال المحاضرات اللي حنقوم إن شاء الله بتسجيلها وعرضها لكم. أي طالب بتخلف عن حل الواجبات في الموعد المحدد طبعاً سينقص ذلك من درجاته. هنعطيكم وقت كافي للحل، لكن متى انتهى الوقت؟ خلاص انتهى التسليم. لنفترض أنه طالب سجل سلم بعدين، طبعاً مش هياخد الدرجة اللي هياخدها لو سلم في الوقت المحدد. هذا إذا ما تم وضع صفر. فعلى الكل إن شاء الله يلتزم بتسليم الواجبات في الوقت المحدد. مش هنثقل عليكم في الواجبات، هتكون عبارة عن يعني أسئلة خفيفة وبسيطة جداً، والطالب يقدر ينجزها في خلال دقائق، مش محتاجة أنه يسهر عليها أو تأخذ وقت كثير. أي ملاحظات أو أي استعلامات أو أي شيء، أنا على يعني جاهز تماماً لسماع ملاحظاتكم واستفساراتكم بخصوص المساق. المساق هو الفارماكولوجي بارت 1. فارماكولوجي بارت 1 تكون من جزئين: الجزء الأول تعريفات بالفارماكولوجي وما يتبعها، والجزء الثاني اللي هو بيبدأ احنا في العلاجات الموزعة على حسب مجموعات موزعة على أجهزة الجسم المختلفة. نبدأ إن شاء الله في محاضرتنا اليوم. أول شيء يعني أبدا نعرف إيش الفارماكولوجي. هي عبارة عن Latin words meaning drug knowledge، عبارة عن Latin word and it mean drug knowledge. Pharmaco it mean drug، ology زي ما أنتم عارفين it mean science or knowledge. طيب إيش الدراج؟ لو بدنا نعرف إيش هو الدراج، إيش هو العلاج؟ is defined by the United States Food and Drug Administration هي FDA، منظمة الغذاء والعلاج العالمية. as عرفته إيش هو؟ عبارة عن substance or agent. substance or agent عبارة عن مركب أو مادة used in، استخدم في diagnosis, cure, prevention, mitigation or treatment of a disease or of a disease of condition. نيجي واحدة واحدة. طبعا الأمر سهل جدا، هو عبارة عن مادة أو مركب نستخدمه في التشخيص. في التشخيص احنا بنستخدم العلاجات زي الباريام ميل، زي الباريام ان جنرالز. كيور في الشفاء. بريفنشن منع الأمراض. ميتيجيشن تخفيف الألم. اور تريتمنت أو في العلاج. طب ايش الفرق بين كيور وتريتمنت؟ كيور تمين شفاء، يعني نعطيه المريض علاج ويشفيه. تريتمنت انا بعطيه علاج، هل يشفى او لا؟ يعني او اب تو ذا ميديكيشن اتسلف. يعني ممكن تريتمنت لا خلاص انا بدي علاج، ويعني مش لازم ان العيان يشفى من المرض تماما زي امراض الكانسر وما شابه. احنا بنشفيش، احنا بنخفف أو نشفي شفاء مؤقت زي الكرونيك بيشنس اللي عندهم أزمة وعندهم هايبرتنسيف أو خلافه. أرجو أن تكون وضحت الفرق بين الكيور. الكيور شفاء تام، تريتمنت ممكن يكون شفاء لفترة محددة، وبالذات هذا يستخدم المصطلح في الكرونيك ديزيزز.
نيجي لبعض المصطلحات اللي موجودة فيه لها علاقة بالعلاجات، حاجة بنسميها سايد افكت، وطبعا كل كبار ما شاء الله بتعرفوها، أو بنسميها الادفيرس افكت. إيش هو عبارة عن any reaction that results from a medication or therapy. The effect is not wanted. أهم حاجة هذا إنه أنا السايد افكت هي الأعراض الجانبية اللي إحنا بنشوفها، وهذا إحنا ما بدناهاش. بس طبعا كل علاج له أعراض جانبية يجبرها على طول قريب منها، اللي هو drug toxicity. إيش drug toxicity؟ The systemic effect of a drug that are related to the overall level of the medication in the bloodstream. يعني بالبلدي أو يعني مبسطة جدا، drug toxicity بنلاقي الليفل تبع العلاج في الدم زاد عن الوضع الطبيعي أو عن الرينج الطبيعي، وبالتالي ممكن يدخلنا في تسمم ناتج العلاج. وطبعا بيظهر عندنا يا إما من نتيجة الهاي دوزز أو يكون في خلل عندنا في الإكسكريشن للدراج إتسل. الدراج أليرجي، أليرجي to the drug manifested by reactions ranging from a mild rash to severe allergic reaction and shock. الدراج أليرجي الحساسية للدواء عبارة عن نوع من حساسية تظهر عندنا بالأعراض اللي انتم عارفينها، وهذه بتكون عادة ممكن تكون بسيطة أو خليلة جدا، شوية حكة هيك بسيطة، شوية راش، أو أنها تكون قوية جدا اللي تدخل المريض في شوك. The seriousness of the reaction depends on خطورة الرياكشن، أو وقتيش أنا بقول إنه فريد صار دينجرس أو بهدد حياة المريض، عايش بيعتمد depends on the person، الشخص نفسه كيف مناعته كيف إلى آخره، الدراج نفسه أو the dose. في عندنا دراج الأليرجي تبعتها فيتال، وفي عندنا دراجز الأليرجي تبعتها يعني بسيطة جدا. الدوز، هل العيان أخذ هاي دوزز من الأليرجيك دراج ولا لو دوزز؟ أني دراج مي كوز أليرجيك ريسبونسز، أي علاج في العالم ممكن يكون له أليرجيك ريسبونس، يعني ما فيش علاج ملوش أليرجي. لكن هل بيصير مع الكل؟ طبعا هذا موضوع تاني ما لهاش علاقة. الإفكاسي أو يقول أحيانا الإفكاسي effectiveness the ability to achieve the desired effect، يعني قديش فعالية هذا الدواء اللي هو قدرته على أن يعطينا ما هو أو التأثير أو الأثر المطلوب منه. agonist refers to drug or substance that promotes the activity of another drug، يعني واحد بساند الثاني، علاج بساند الثاني. طبعا هذا احنا بنستخدمه، احنا بنشوف في الواقع الان صار الاكامول يحطوه مع الفولترين بسموه فولتامول. الاكامول بيعمل اجونست للفولترين بقوي الافكت تبعته. انتاجونست سبستانس ذات ستوبس ذا اكشن اور افكت اوف انذر سبستانس، عكسها تماما، واحد بتعطل شغل الثاني. علاج بيعطل او بيأثر على الافكت تبع العلاج الاخر، بيأثر عليه بالسلب، بقلل من فاعليته. الانتيدوت دراج اور اذر سبستانس ذات ستوب ذا اكشن اور كاونتر اكس ذا افكت اوف اي بويزن. هذه طبعا قريبه جدا او يعني متشابهات الى ابعد الحدود مع الانتاجونست، عباره عن دراج او مركب بوقف او يعادل الافكت تبع البوزن لدرج تاني، البوزن افكت لدرج تاني. الدرج او عباره عن دراج يوز تو انتاجونايز ذا توكسيك افكت اوف انذر دراج اند نيوترلايز اتس سيمبتومز، يعني طبعا مفهومه ما بدهاش شرح. يعني التوليرانس a condition in which the body becomes accustomed to an agent، هي عبارة عن حالة بصير عند الجسم متعود على مادة معينة. طيب إيش بصير؟ so that the previous dose no longer produce the desired effect and progressively larger dose is needed to achieve previously observed effect. يعني بصير عندنا إحنا بنعطي العيان علاج، لنفترض إنه بنعطي العيان 200 أو 500 ملي جرام، هنعطيه لفترة هذه الكمية، هنلاقي إنه بعد فترة المريض هذه الكمية بطلت لا تجاوب فيه وبنحتاج ل
كمية أعلى، مثلا تحتاج إلى 750 ملي جرام إلى 600 ملي جرام إلى آخره. إيش اللي بيكون، إيش اللي بيصير؟ بيصير decrease in the physiologic response to the repeated administration of a drug or chemically related substance which initiates increase in dose to maintain a given therapeutic effect زي المورفين. هذا بيصير العيان فيزيائيا جسمه هذه الجرعة بطلت تتأثر فيه، مش addiction، مش addiction. بيصير يعني واحد مثلا أنا بدي أقول على سبيل المثال بياخذ مورفين، المورفين هذه الجرعة هذه بطلت، يعني وكان ياخذ مثلا 10 ملي جرام أو 5 ملي جرام كانت تهديه وتخفف الألم. واحد عنده ريبيتد بليار أوكريت ماخذ مورفين مرة مرتين ثلاثة خمسة، بيصير بعد فترة الخمسة ملي جرام بطلت تجاوب، بده نزيد الدوز أكثر. وبختلف طبعا عن الديبندنس أو الأدكشن اللي هو عبارة عن ستيت in which a person is reliant or depending on a drug. Physical dependence is characterized by the onset of physical symptoms of withdrawal. هان في الادكشن او الديبندنس العيان بتصير السيستمز تبعت المريض بتبطل لتعمل الا في وجود الادكتد ايجنتس، ماده الادمان هذه بصير الجسم خلص تعود عليها لا يعمل الا في وجودها، ولو احنا ما اعطنوش بدخل في حاجه بنسميها withdrawal syndrome، بصير معه نتج واسهال ومغص وصداع وزيادة ضربات القلب وببطل يركز الى اخر. Substitute these are many different drugs which may use to treat a single disease. From these drugs always present a drug of its choice. If not available, the others are considered as the substitute. هذا علاج علاجات بديلة. ما أنا في علاج بنعطيه هو drug of choice. لنفترض أنا بدي antibiotic لمريض معين، وهذا الانتبايوتيك هو أحسن إشي نعطيه للعيان، بنسميه the drug of choice. لكن لظرف ما هذا العلاج ما نوجد عندي، فبنعطيه substitute. substitute اللي هو علاج اللي بيجوا بعده على طول، يعني العلاج اللي بيجوا بعده في الإفكت على طول، فبروح نعطيه للمرض. يعني البديل تبعه طبعا الدراج اوف تشويس هو الأولاني، لكن السبستيتيوت اللي هو بيجي في المرحلة الثانية أو الثالثة. كونترا انديكيشن فاكتورز ذات بروهيبتس سيرتين تريتمنت فور سبيسيفيك بيشنتس. في عيانين نحن في ميديكيشنز معينه كونترا انديكيتد، يعني ممنوع نعطيها له، في عنده مشاكل معينه ممنوع نعطيه هذه العلاجات. يعني واحد عنده رينال فيلير، العلاجات اللي بيصير اكسكريشن عن طريق الكدني المفروض ما نعطيهاش اياها. واحد عنده مشاكل في السمع، العلاجات اللي بتاثر على السمع كونترا انديكيتد ان لايك بيشنتس. الحاجة اللي بعدها drug interaction it is the situations in which substance affect the activity of a drug. هذه علاجات بتأثر على علاجات أخرى، بصير تفاعل بيناتها. هذا دائما احنا بننوه له في لما اجي انا بدي اخلط علاجات انتراماسكولار او انترافيروس، لو جيت انا خلطت هذه العلاجات وشفت لونها تغير على طول ما اعطيهاش، هل هذا يعني انه كل علاج بنخلط ولونه ما بتغير، لونه ما بتغير ممكن اعطيه؟ طبعا لا، بدي اراجع انا او بدي اسال اذا في علاجات انا ما بعرفهاش اول مره بعطيها هل بنفع اخلطها او لا، لازم اسال الفارماسي. لكن اذا تغير لونه بدون ما تسال اي واحد ممنوع تعطيه، يعني بدل ما كان عليه صافي صار لونه عكر صار لونه تغير او طلع لون جديد ممنوع تعطيه للمريض. الفارماكوبيا is a book containing formulas which are standards for preparation and dispensation of drug. فارماكوبيا كتاب فيه تركيبات كل العلاجات. Names of drug. There are three names of drug. عندنا ثلاث أسامي للعلاجات. وهذا طبعا حتمر علينا كثير. الكيميكال نيم
its price or accurate description of the drugs, chemical composition and molecular structure. وعبارة عن التركيبة الكيميائية لهذا العلاج. Exact chemical names are never used to describe a drug or cannot be used routinely for its complexity. هذا الأسماء الكيميكال نيم ولا واحد بيستخدمه في وصف علاج، لأن وصفه تكتب الكيميكال نيم هذه تركيبة كبيرة لا حدا بيحفظها ولا حدا إلا ناس متخصصين في هذا المجال، وبالتالي لا يمكن كتبها أو كتابتها على رشيدة الدواء. الجينيريك نيم is the name which appears in official nations pharmacopoeias. Generic name can vary according to the pharmacopoeias. Generic name هو الاسم العلمي، وهو عادة بكون يعني متشابه في معظم الكتب، في كتب مختلفة أحيانا. على سبيل المثال الأكامول. الأكامول مش هو الجينيريك نيم، الجينيريك نيم اللي هو الباراسيتامول، لكن كل شركة بتسميه شكل. However, the generic name is a drug should be used if possible. والأصح إنه إحنا دائما نكتب الجينيريك نيم أحسن، بالذات في بلد زي بلدنا إحنا ناس نستقبل مساعدات من دول الجوار، وكل دولة بتسمي العلاج اسم بيختلف عن الدولة الأخرى. هتلاقي دولة، كل دولة أو كل شركة بتسمي العلاجات هذه بأسماء تختلف عن الدول الأخرى، وبالتالي بيعمل عندنا لخبطة. في الأفضل إني أنا أكون حافظ الجينيريك نيم عشان أعرف الدواء إيش مكان اسمه التجاري لا يعنيني، لكن اسمه العلمي بيعنيني أنا، وبتعرف على العلاج من خلاله، وسهل مش صعب. لكن الواحد عشان ما يتخربطش ممكن يسجل هذه العلاجات عنده في ورقة ودائما يخليها في جيبته أو حاجة زي التريد. Or a brand name. This name is selected by drug companies as a copyright for their drug. Trade name هو اسم تجاري للعلاجات. يعني زي ما قلنا لاكامول، في ناس بيسموه أكامول، في ناس بيسموه ديكسامول إلى آخره. Branches of pharmacology. فروع الفارماكولوجي عليها مرور سريع يعني. بس الواحد أساس يكون عنده علم فيها. الفارما كوثرابيوتيك هذه بتفهمنا احنا جدا، هي بنسميها الكلينيكال فارماسي. The study of drug action in man or in human. هذا عبارة عن دراسة الاكشن تبع العلاج في أو أثره على الإنسان. الكلينيكال فارماسي يفترض هؤلاء الناس نكون أثناء مرور الأطباء موجودين معاهم وبتم مشاورتهم، لأن هؤلاء يفترض نكون خبير في تأثير هذا العلاج وكيفية تأثيره على الإنسان، وبالتالي وبيعرف الجرعة، بيعرف كم مرة ينعطى، الحاجات هذه المفروض يكون نعرفها. الفارماكوداينامكس What the drug does to the body. إيش الدواء بيعمل في جسمنا؟ يعني لو بدي أقول أنا هيك تجاوزا، إيش الفسيولوجي تبعت الدرج؟ طبعا هو غلط إن أقول الفسيولوجي الدرج سناتس سيستم ورهيوم أنا معاي زي، بس أنا بقول يعني هذا الدواء إيش بيسوي في جسمنا إحنا. الفارماكوكاينتكس which is the study of drug changes during its way through the body. الفارماكوكاينتكس اللي هو إيش بيصير للدواء خلال رحلته في أجسامنا. Or it's the study of the fate of the drug in the body. أو هي دراسة مآل أو مصير الدواء في أجسامنا. زي it's absorbed. الأبزورشن تبعه، الديستريبيوشن تبعه، البوند to localized in tissues، والبايو ترانسفورم اند اكسكريتد. يعني هذا اللي بتتبع ايش اللي بيصير للدواء من حد انت ما بتاخذه لحد ما بيصير له اكسكريشن في اجسامنا. بس نحكي شويه عن الفارماكوكاينتكس اللي عباره عن دراج ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اند اكسكريشن. في الابزوربشن از ذا بروسيس ذات اوكيرز فروم The time of the drug enters the body to the time it enters the bloodstream. يعني الابزوربشن
اللي هو لحد ما يدخل الدواء في أجسامنا لغاية ما يصل الدواء للبلد ستريم لا للدم. Factors affecting drug absorption, إيش الحاجات اللي بتأثر عليه؟ Nature of the absorbing surface اللي هو السلم برين, Size of the absorbing surface مساحة سطح الامتصاص. The drug molecule may pass through a single layer of cells, the intestinal epithelial, faster than several layers of the cells, the skin. طبعا العلاجات بتمر من one layer, من one layer of the cell اللي تسلل لها one layer, بتمر أسرع من السل اللي لها أكثر من layer, من layers. يعني العلاجات اللي بتمر في الانتستين أو الانتستان الابثيلة بتكون rapid absorbed than the skin, لأن the skin في many layers. كمان الحاجة الرابعة blood flow to the site of administration, قديش الدم بيجي أو blood flow في منطقة إعطاء هذا العلاج, أعطيته subcutaneous, أعطيته intravenous, أعطيته intramuscular إلى آخره, حطيته على skin as ointment ولا أديته suppositories. يعني هذه الحاجات بتأثر في الأمور هذه. Solubility of the drug, هل الدراج هذا soluble وكيف درجة الذوبان تبعته. In order to be absorbed, drug must be in solution, عشان الدواء يمتص لازم يكون في solution. اللي بيذوب أكثر اللي بيمتص أكثر, chemical and minerals that from insoluble participates in the GIT or drugs that are insoluble in water or lipids cannot be absorbed. الحاجات اللي بتترسب بتمتصش أو بتذوبش بتترسب في الأمعاء ولا يصير امتصاص. Parenterally administered drug prepared in oily vehicle will be more slowly absorbed the drug dissolved in water or isotonic sodium chloride. طبعا واضحة جدا اللي هي العلاجات الزيتية الابزوربشن أو اللي ذايبة في وسط زيتي بيكون امتصاص تبعها أقل أو أبطأ من الدرج اللي ذايبة في مية, أو isotonic solution اللي هو sodium chloride بنسميه isotonic أو سائل متعادل. الحاجة اللي بعدها اللي هو البي اتش, والحاجة الأخيرة أو قبل الأخيرة concentrating of the drug. Drug administers in high concentration tend to be more rapidly absorbed. Drug اللي بيكون highly concentrated بيكون absorption تبعه more rapid. والdosage 4. الحاجة الثانية اللي هي distribution is defined as the transport of drug in the body fluid from the bloodstream to various tissues of the body and ultimately or lastly to its site of action. Distribution هو احنا قلنا الابزوربشن لما يدخل الدواء للدم, لقيت بعد الدم ما يصل للخلية او للمكان اللي المفروض يروح عليه العلاج بنسميها distribution. طبعا distribution بتأثر بما يلي: الهايبو البومينيميا, organs blood supply, الريتش بلاد سبلاي بتدينا رابيد ديستريبيوشن. بعدين في عندنا زي الهارت الليفر كلها ريتش في البلاد سبلاي, الكدني اند برين. يعني هذا الاورجانز بيكون فيها ديستريبيوشن اكثر من الاورجانز الاخرى. السلو ديستريبيوشن بيكون وين عندنا؟ بيكون عندنا في المصل والسكن اند فات زي السبكوتينيوس فات. عندنا حاجة تانية احنا بنسميها distribution barriers. distribution barriers هذا ربنا barriers اوجدها في اجسامنا وبتعمل يعني زي فلتر بتسمح بدخول مواد معينة ومواد معينة بتمنع دخولها لتأثيرها السيء أو المش مطلوب على المكان اللي هي رايحة له. Specialized structures which are made up of biological membranes can
save as barrier to passage of drug at certain sites in the body. من هذه البرين بايرز اللي هي البلد من البريرز هذه بلد برين بارير بسميها بي 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 It's specialized in atomic arrangement that aims to distribute only lipid soluble drug into the brain and CSF. The blood brain barrier, صفاية فلتر اللي بدك اياه اسميه، ايش وظيفتها؟ ما بتدخل الا lipid soluble drug into the brain and CSF. يعني ما بتدخل علاج الا يكون لا المخ او CSF إلا يكون lipid soluble يعني دايب في وسط دهني. البلاسينتا بارير أكيد كلكم تعرفوها is the membrane layers that separate the blood vessels from of the mothers and fetus. البلاسينتا اللي بنسميها البلاسينتا بارير بتفصل البلد تبع المضر عن البلد تبع البيبي. الحاجة الثالثة اللي هي الميتابوليزم or biotransformation is the process that chemically inactivates a drug by converting it to more soluble compound or metabolites from excretion for excretion from the body. Prolonged drug metabolism may be expected in the following cases. يعني الميتابوليزم اللي هي العملية الميتابوليزم للدراج. ايش يعني ميتابوليزم للدراج؟ يعني عملية اللي هي بسموها الايض او مش عارف ايش انا اللي بتخلي الجسم يستفيد من العلاج واخر حاجة بتطلعه برا. برولونج الدراج ميتابوليزم اذا طالت مدة البيدا الميتابوليزم انا بسميها زي يعني هيك بالبلد زي هضم الدواء. Prolonged drug metabolism may be expected in. Prolonged metabolism متوقع في liver disease. العيان عنده liver disease. نحن بقول liver هو kitchen of the body. Renal problems. Severe cardiovascular dysfunction. Infant with immature metabolizing system. Aged with degenerative enzymes and enzyme function. يعني البرولونج ميتابوليزم بيصير عندنا في الحالات هذه. وهذا بتخاف وين بقى؟ انا بخاف انا ادخل في دراج توكسيسيتي. البرولونج ميتابوليزم ممكن انا ادخلني في دراج توكسيسيتي بالذات. عشان هيك بنحاول انه الناس عندهم ليفر ديزيز او رينال بروبلم وسيفير ديسفانكشن الى اخره هذول الناس لما علاج معين بضطر نديهم لو دوزز اقل من يعني بديهم دوزز اقل من الناس اللي ما عندهمش هذه المشاكل. اي شريحه معلمه باللون الاسود مش مطلوبه منكم. هذه محطوطه واحد بيقول ليش حطيناها لك للعلم. لو انت مرت عليك كلمه مر عليك مصطلح معين ممكن تلاقيه موجود فيها. Excretion or elimination. It's the process by which the drug and pharmacologically active or inactive metabolites are eliminated from the body. So this process decreases the drug level in the body. هي عبارة عن عملية التخلص من هذه المواد أو من هذه العلاجات، وهذه طبعا بتقلل الليفل تبعها في الجسم وبالتالي ما بصلش للتوكسيك ليفل في أجسامنا. نيجي للروتس اوف دراج اليمينيشن او اكسكريشن. كيف العلاجات هذه بتم التخلص او بتخلص منها جسمنا عن طريق ايش؟ اول حاجه عن طريق الكدني. The majority of drug metabolite which excreted through the urine. Lung, the gases and volatile liquids. اللنج بطلع منها الغازات والحاجات اللي هي المتطايرة as general anesthetic زي الجنرال انستيزا اللي بنستخدم لها as inhalation are secreted across the lung and expiration intestine many agents are eliminated through the intestine
in the feces and biliary excretion. يعني عند الكدني, عند اللنج, عند الانتستين, عند السويت and سيليفري جلاند والميموري جلاند. Because of renal disease, the risk of drug accumulation and the drug toxicity is increased. Note that doses are reduced for most drug in the presence of their renal function. Some drug cannot be given. يعني أنا في ملاحظة هذه إنه في العيانين اللي يكون عندهم renal disease بيصير accumulation of drug toxicity, أو إنه يصير عند العيان drug toxicity بيكون فرصة عالية, عشان هيك لازم نقلل الدوز في الحالات اللي زي هيك زي ما حكينا سابقا. Sources of drug. Drug and another biological products are derived from four main sources. Plants, drug تجينا من أربع مصادر أساسية, ممكن تجي عن طريق النباتات, the animals, chemicals and ممكن تجينا عن طريق ثلاث أشياء أساسية. هل ممكن تجينا عن طريق يعني المكتوبين هن ثلاثة أشياء, نكتفي بالثلاث أشياء المكتوبة. البلان بنجي من أز ديجيتاليز and فينكريستين and كولشيسين, الأنيمالز and هيومن, الحاجة الشائعة جدا الأنسولين والإبنفرين وبعض الفاكسينات. كيميكالز سيمبل برودكتس زي الصوديوم بايكربونات, وكومبلكس برودكتس زي السلفانومايد والستيرويد. مينرالز او مينرال برودكتس زي الايودين والايرون. سهله جدا يعني ما بدهاش شيء. سورس اوف دراجز برضو من السورس اوف دراجز بنتطرق لايش الاشياء الفعاله في البلان في النباتات. Active constituents of plants drug, the leaves, roots, seeds and other parts of plants. On separation of these active constituents, the resulting pure form are. يعني عبارة عن إيش الحاجات اللي هي leaves والroots والseeds, أليافها وجذورها وبذورها. لما بتفصلها الـ active constituents, the resulting pure form R. لما احنا بنفصل منها المادة الفعالة أو نحن بدنا ناخذها, هذه المادة بتكون more potent أو more strong. يعني هذا احنا لما نستخلص منها المادة الفعالة, ما جيش ناخذها أروح أقل جذور أو ورق شجر أو بذر أو كذا, أنا بستخلص منه المادة الفعالة. هذه المادة الفعالة إيش بتكون؟ more potent أو strong. Usually produced effect more reliable than these of the cured drug. والإفكت تبعها بكون أكثر من المواد الخام. المواد الخام تغلي الورق, تغلي الجذور أو تنقعها أو حاجة زي هي. الحاجة الثانية more poisonous and dose must be smaller. بتكون سميتها عالية والدوز لازم تكون قليلة, مش زي لما أستخدم أنا الكيورد دراج أروح أجيب كبشة ورق زيتون وأغليها. لكن لما أجيب أنا مستخلص ورق الزيتون أحط بالملي جرام, أنا في الورق بحط بالجرام. Active constituents أو form of plant are. إيش الأكتف form للبلان؟ الكالويدز. Examples زي الأتروبين والمورفين والكودائين and هروين. They are toxic. هذه toxic. الألكالويدز toxic. Has bitter taste. طعمها مر.
الكلاي لايك زي الكلاين يعني قلوية بوتنت ان سمول دوزز ان سوليبل ان ووتر بات ات سولز ار سوليبل ان ووتر. هذه المواد ما بتذوبش لكن الاملاح تبعتها بتذوب. ان ركز معي ان ذي يوجوالي اند وذ اي ان اي اتروبين مورفين كودائين هروين كلها بتنتهي عندنا بالاي ان اي بتنتهي بالاي ان اي عباره عن الكالوز. هذه اسئله بتيجي في الامتحانات. الجلايكوسايدز ساتش از دوجوكسين الجمز او اللدائن زي الاجار اللي بنستخدمه احنا في يعني الاجار احنا بنستخدم منه انواع معينه في زراعه البكتيريا. الريزين they are fatty like substances that are greasy and irritants such as laxative زي الملينات. الأويلز they are two types الزيوت منها نوعين. الفالوتايل such as peppermint oil and clove oil. الفالوتايل عبارة عن such as peppermint oil اللي هو زيت النعنع والكلوف oil اللي هو زيت القرنفل. الفيكس such as olive oil and castor oil وهذه الزيوت الثابتة زي زيت الزيتون وزيت الخربل. يعني عندها إن شاء الله بنكتفي بهذا القدر من المحاضرة وإن شاء الله هنكمل معاكم وكل واحد يفتح على صفحته هيلاقي فيه سؤال عن المحاضرة إن شاء الله موجود. ساكن لا فتحت هذه خلاص ساكن.